مرحبا، حلقة جديدة من برنامج أخبار صباح لليوم الأحد 22 حزيران. بعرف كتار ما في شغل اليوم وقاعدين عم يحضرونا على أمل نقدم حلقة ترضي أزواقكم. مثل العادة نهار الأحد بنكون على موعد مع عدد من التقارير وجولة بلبنان والعالم، وضيفتنا لليوم هي اختصاصية التغذية كارلا حبيب مراد لنحكي معها أكثر عن النمط الغذائي خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. البداية مثل العادة مع أحوال الطقس، منروح على البحر أو ما منروح، منعرف أكثر من أستاذ محمد كانش. صباح الخير. صباح نور يا هلا. كيفك أستاذ محمد؟ ماشي الحال. يا أهلا فيك، تفضل. غيم اليوم؟ إيه صحيح. مثل مبارح. مظبوط. إجمالا عم بيكون عندنا الطقس مستقر ورطب بسيطر على الحوض الشرقي المتوسط. نعم. الطقس اليوم عم بيكون قليل الغيوم لغائم جزئيا. عندنا نسبة الرطوبة عم تكون مرتفعة بين 55% و90%، وعندنا انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل. نعم. على الجبال ترتفع فوق الجبال تقريبا درجة وبالمناطق الداخلية. نعم. هلا بكره ببلش يشهد تحسن طقس، بيكون بالنسبة للغيوم بيكون قليل الغيوم لغائم جزئيا. الحرارات بتكون مستقرة والتلاتة مشمس لقليل الغيوم مع استقرار درجات الحرارة. نعم. شكرا لك استاذ محمد، يعطيك العافيه. اكيد بناخذ منك تفاصيل بكره او منكم مين ما كان على الخط. نحن رح ننتقل الى الاخبار السياسيه بالصحف القليله اللي بتصدر ببيروت. صباح الخير بيارات. صباح الخير جوال لك ولكل المشاهدين. شو عنوانات الصحف القليله بالاضافه للمجلات الاسبوعيه؟ جوله منبلشها هلا. جولتنا منبلشها مع عناوين صحيفة الحياة. جيش المهدي يعود إلى شوارع بغداد. داعش يسيطر على معظم المعابر مع سوريا، وإيران مع ولاية ثالثة للمالكي. تعزيز التدابير الأمنية بعد التفجير الانتحاري، وإبراهيم يؤكد التنسيق المميز بين الأجهزة. الحريري يلتقي كاري الخميس ولا جديد رئاسيا في لقائه جنبلاط. حل سلمي في سوريا وتشكيل حكومة وحدة في العراق. السعودية وروسيا تنسقان لمحاربة التنظيمات الإرهابية. مجزرة براميل قرب دمشق ونزوح في درعا. ودايما بصحيفة الحياة، على وقع أول حكم بإعدام مرشد الإخوان، كاري يستهل جولته في المنطقة بزيارة مصر اليوم. بوتين يأمر الجيش بتأهب قتالي وانهيار سريع لوقف النار في أوكرانيا. رياضيا بالحياة، الأرجنتين تفوز 1-0 على إيران وتتأهل إلى الدور الثاني. ممثل العرب الوحيد في معركة البقاء أو الرحيل، والحديث عن مباراة اليوم بين الجزائر وبلجيكا. بالصفحات الداخلية بالحياة، إسرائيل تستنفد بنك الأهداف في الضفة الغربية. اقتراع متفاوت في انتخابات الرئاسة الموريتانية. ليبيا بدء انتخابات الخارج. وختاما، كابول أنصار عبد الله يتظاهرون ضد تزوير الانتخابات. إلى صحيفة المستقبل وبأبرز عناوين يوم الأحد، المشنوق للمستقبل، أسبوع حلحلة سياسية والجاهزية الأمنية مستمرة. رئيس شبكة الحمراء فرنسي من أصل عربي. مدن الأنبار تتهاوى وميليشيات شيعية تستعرض قوتها في بغداد وترهب السنة. واشنطن تحاور الثوار والمالكي يرفض تدخلها. لافروف يناقش في السعودية التطورات في العراق وسوريا. ويبقى جورج حاوي أبي المقاومة الحقيقية، عنوان مقال اليوم بصحيفة المستقبل. ودايما بالعناوين، عيد الموسيقى في قلب بيروت. وبيروت اللي امبارح بدورة مثل سائر المدن بالعالم احتفلت بعيد الموسيقى اللي بسائب ب 21 حزيران. غانا تحرج ألمانيا وميسي ينقذ الأرجنتين. وعن مباراة اليوم، اليوم لقاء بين بلجيكا وروسيا، كوريا الجنوبية والجزائر، أمريكا والبرتغال. وختاما وضمن نوافذ بالمستقبل اليوم، غزوة الأنبار والهذيان الجيوسياسي. إلى صحيفة الشرق الأوسط وبالعناوين، حوض الفرات بأيدي المسلحين من الرقة حتى مشارف بغداد. أوباما يحذر من أن أمريكا لا تستطيع إبقاء العراق موحدا. أبو ختالة سيمثل أمام محكمة جنائية في واشنطن بدء المرحلة الأولى للانتخابات النيابية في ليبيا. وزير خارجية فلسطين، ثلاثة سيناريوهات وراء المفقودين الإسرائيليين. ودائما بالشرق الأوسط، أوباما متفائل بالتوصل إلى اتفاق شراكة عبر المحيط الهادي قبل نوفمبر. وختاما بالشرق الأوسط، الفيصل ولافروف يبحثان انتقال السلطة في سوريا وأوضاع العراق.
جولتنا على صحف اليوم بتكون وصلت على ختامها. بنعمل هلا جوله على ابرز ما عنونته المجلات الاسبوعيه ببيروت لليوم، والبدايه مع مجله المسيره وبابرز عناوينها: حرب العالمين، داعش واسلاميو لبنان، الحق على ايران وعلى حزب الله، الراعي ان غضب، العصا لمن عصى، السفير زاز بكين انه مشروع الشرق الاوسط الكبير، وختاما: عون لا يتغير، أنا أو لا أحد. أما بمجلة الأفكار فبالعناوين: داعش والغبراء العراقية، خيوط استخباراتية أمريكية في نسيج الحركة الإرهابية التي تجتاح العراق، الوزير السابق النائب ياسين جابر: تعطيل المؤسسات جريمة بحق لبنان، نقيب المحامين الأسبق ميشيل اليان: انتشار السلاح والمربعات الأمنية يحتم التمسك بقانون الأعدام، العماد عون للنائب فرنجية: حواري مع الحريري أفرز إيجابيات، 2700 لبناني ولبنانية في الحضن العنصري لإسرائيل. ودايما مع عناوين مجلة الأفكار: التحرش الجنسي قضية رأي عام في مصر،